هيكون معانا دلوقتي أحمد شاهين سكرتير عام حزب غد الثورة. هنتناقش أكثر في موضوع اعتقال كريم الشاعر، وهل بالفعل كريم الشاعر مجرد التعامل معاه كان رسالة لحزب غد الثورة ولا لا؟ أهلا بك يا أستاذ أحمد، يا رب تكون بألف صحة وألف خير. في البداية عايزين نعرف، هل الاعتقال اللي تم والتعامل اللي تم مع كريم الشاعر ربما يحمل في طياته رسائل موجهة لحزب غد الثورة من قبل السلطات في مصر؟ صباح الخير أستاذ هدير، صباح الخير أستاذ محمد. الحقيقة أن الاستهداف كوادر حزب غد الثورة وآخرهم كريم الشاعر طبعا هي رسالة واضحة لحزب غد الثورة: توقفوا عن نشاطاتكم، توقفوا عن المعارضة، توقفوا حتى عن التحرك على مستوى العالم لمحاولة إعادة الديمقراطية لمصر. والحقيقة أن رغم أن حزب غد الثورة قام بتجميد نشاطه في مصر حفاظا على كوادره في مصر واعتراضا على الوضع الحقوقي المتردي والوضع السياسي المتردي في مصر، إلا أن يد الأمن عادت مرة أخرى لتسعى لضرب أي ليس نشاط حتى أي عضو كان مشاركا في ثورة يناير أو مشارك في العمل الحزبي السياسي، وآخرهم كريم الشاعر بالأمس، وقبله أحد أعضاء حزب الدستور، وقبله أعضاء الأحزاب السياسية الذين لم يمارسوا أي نشاط غير النشاط الذي نص عليه الدستور المصري في ممارسة النشاط السياسي. فهي رسالة للجميع أن لا سياسة في مصر، لا ديمقراطية في مصر، لا عدالة في مصر، حتى لو تم تجميد النشاط العمل السياسي في مصر. طيب خليني برضو أسألك أستاذ أحمد على نقطة تانية مهمة، هل الاستمرار اعتقال المعارضة في مصر، حتى المعارضة اللي خليني أوصفها بأنها معارضة متزنة، يعني ملهاش نشاطات متطرفة أو ملهاش أراء حادة في التعامل، ربما تنتقد وضع معين، ربما تتناقش في قضية معينة، هل ده بيوضح أكتر للغرب بأنه استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي يتكلم عنها النظام أكتر من مرة، ما هي إلا حبر على ورق، ما هي إلا عرض يريد به استجداء المعونة المحجوزة حتى الآن في أمريكا على سبيل المثال؟ الحقيقة أن تصرف الحكومة المصرية يعني واضح كأن في حالة من السكيزوفرينيا في النظام المصري، فعندما يتحدث إلى الغرب ويتحدث إلى العالم يقول عندنا استراتيجية لحقوق الإنسان، يقول عندنا حقوق إنسان تختلف عن الوضع في الدول الأوروبية والغربية، لكن على أرض الواقع يتحول الأمر إلى سلخانة. يعني رأينا جميعا الفيديوهات المسربة أخيرا للمساجين حتى لو كانوا جنائيين وما يحدث من انتهاكات للمعتقلين السياسيين، فهو ده اللي يدل على أن النظام والحكومة المصرية لا تنتوي بتاتا محاولة إصلاح الوضع الحقوقي في مصر والوضع السياسي الذي لا ينفصل عن الوضع الحقوقي. فلا إصلاح للعمل للحياة في مصر إلا بإصلاح كامل سياسي جزء منه الوضع الحقوقي المتردي. وللأسف الحكومة المصرية إذا كان فيها من يتسم بالحكمة فعليه أن يستمع إلى نصائح المعارضة المصرية التي هي جزء من الحركة الوطنية المصرية في محاولة إصلاح الوضع السياسي والوضع الحقوقي في مصر، وإلا يكون هناك بركان على وشك الانفجار. فثورة يناير كما قامت بدون إنذار، فهناك أي تحرك قد يحدث بدون إنذار، ففي النهاية للشعب طاقة لا يستطيع تحمل أكثر من ذلك من انتهاكات. طيب أحمد، هو إيه تحديدا الدور اللي بتقوم به المعارضة في حماية حقوق الإنسان في مصر في ظل الأوضاع المأساوية اللي بيعيشها المواطن المصري؟ حقيقة المعارضة المصرية بعد انتقال عملها للخارج بعد ما تم ضدها من انتهاكات في مصر تحولت إلى نوع من أنواع الدعاية العالمية للمعارضة المصرية وفتح للانتهاكات التي تحدث في مصر وتوضيح للعالم كله، سواء للبرلمانات الغربية سواء أوروبية أو كونغرس أمريكي أو البرلمان الكندي أو حتى في دول بعض دول الديمقراطية الأسيوية للتعرف على الوضع في مصر. فهذا أولا حتى يتم تخفيف الضغط، محاولة تخفيف الضغط على المعتقلين والمنتهكين في مصر، هذا أولا. ثانيا توحيد المعارضة في الخارج كان أمرا أزعج النظام والحكومة في مصر بشكل كبير، فمعضلة النظام أن يتحد المصريين مرة أخرى كما كانوا في 25 يناير في ميدان التحرير، فمجرد اتحاد المعارضة على كلمة سواء وتقديم وثائق مثل وثيقة الـ20 وأن يكون للمعارضة رأس وعنوان يستطيع التواصل مع العالم وتمثيل الشعب المصري، هذا من أكبر إنجازات المعارضة التي تمت في 2021 والتي يتم استكمالها في ظل استراتيجية متكاملة خلال السنوات القادمة. وفي النهاية نقول للشعب المصري
أصبح للشعب المصري ممثل من المعارضة، تستطيعون التواصل معهم ويستطيع تستطيع هذه المعارضة التواصل مع كل العالم لنشر القضية العادلة للشعب المصري. طيب ممكن بس معلش تدينا يعني باختصار كده تكلمنا عن الوثيقة العشرين عشان بس المشاهد يبقى فاهم ايه هي تحديدا الوثيقة العشرين؟ وثيقة العشرين هي وثيقة من 20 بند تبناها اتحاد القوى الوطنية المصرية، وتم نشرها العام الماضي مع انطلاق اتحاد القوى الوطنية في 11 فبراير 2021. تتحدث عن الوضع السياسي في مصر ورفض الانقلابات العسكرية، تتحدث عن الوضع الحقوقي في مصر ورفض الانتهاكات التي تحدث للشعب المصري أيا كان مكونات هذا الشعب، سواء المعتقلين سجناء سياسيين أو جنائيين، وحتى للشعب في شعب مصر في الشارع المصري حتى. والجزء تتبنى الوثيقة أيضا تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع السياسي وإلغاء الأحكام والمواد التي تسعى لتحكيم حكم الفرد والتي تسعى إلى إعادة الديمقراطية لمصر مرة أخرى. هذا مختصر لأهم بنود وثيقة العشرين. أستاذ أحمد شاهين سكرتير عام حزب غد الثورة، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا.